لم يكن شعبي غريباً عن الأصوات الآتية من الأعماق، لكن هذه الأنشودة القادمة مختلفة تماماً. فقد سمعت في جميع أرجاء آزيروث. المجلس لا يدري ما يفعل حيالها. لابد أن هناك من يعرف. سأخبرك بما أجده. أوليريا، لقد طال الغياب يا صديقتي. يسعدني رؤيتك يا كادجار، هل أنت بخير؟ بخير كما المتوقع. كيف حال العائلة؟ لم أكن من الأفضل أن أبقى بعيدة. بالطبع، الفراغ سيكون ذلك. في الواقع ارتباطك بالفراغ هو سبب استدعائي لك. ما زلنا لا نعرف ما الذي يمكن لأثر القلب المظلم فعله، لكننا نعلم أنه في أيدي شخص يدعى المبشر. من يكونون وما ينوون فعله يظل لغزا معقدا، لذا أنا بحاجة لمساعدتك. لاصطياد عدو خطير لا نعرف عنه شيئا؟ صراحة أنا بحاجة لهذا التشتيت. أليريا القديمة نفسها، فراغ أم لا فراغ؟ لم أقصد ذلك. أراك قريبا يا كادجار، ومعي قلب الظلام.